شكرا سيد رئيس، شكرا سيد النائب المحترم. بالفعل حنا المدارس ديال التعليم السياقه وتعليم السياقه بحد ذاته هو بالنسبه لنا محور رئيسي في الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه، وهو مكون رئيس في هذه المنظومه لانه هو اللي تيمكن السائق باش يحصل على الرخصه ديالو. لكن دفتر التحملات ديال فتح هذه المدارس في البند ديالو الخامس يشير الى واحد التعريفه التي تحددها الاداره، وفي العقد البرنامج اللي وقعنا معهم 27/6/2014 معنا اقل من سنه ايضا تشير الى واحد التعريفه. لكن هناك فقر في الجانب القانوني، السند القانوني، لان الاسعار، والسيد وزير الشؤون العامه هو معنا والحكامه، الاسعار اللي هي مقننه محدده راها كاينه الجدوله ديالها محدده، ما يمكنش نجيو حنا اليوم ونقرروا ان اننا غنديروا شي حاجه مقننه الا إذا تم تعديل البند اللي هو مدونة، وبالتالي نحن نقترح عليكم في المدونة التعديل اللي غادي يجي على أنه تكون إشارة على أن تحديد الأسعار ديال التكوين في هذا بنص قانوني. حنا تنطلبوا غير نص قانوني باش هذه المسألة ندخلوها في البرمجة ديالنا. شكرا. شكرا السيد الرئيس. لا غير ضفت الجودة مرتبطة بدفتر التحملات اللي تيؤدي إلى فتح المؤسسة. إذا لم يلتزم اللي تيطلب الطلب ما يمكنش نعطيو له الترخيص. والعقد البرنامج هو اخذ وعطاء بين الحكومه وبين المهنيين ديال القطاع، حنا وضعنا فيه اليات ديال السلامه الطرقيه وديال الجوده وباش الناس يخدموا ايضا فرحتهم. هذا هو التعاقد اللي عندنا معاهم وهو اللي الضامن الرئيس باش تكون الجوده والمراقبه. شكرا.